عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بنا الحضور معنا. المحاضرة الأخيرة من سلسلة تعلم اللغة الألمانية من المونتريين مع الأستاذة تسنيم محمود. بنتمنى إنكم تكونوا استفادة، بنتمنى إن تكونوا استفدتوا بكل اللي تم تقديمه من خلال هذه الدورة. إن شاء الله نوعدكم كل جديد بتقدمه المدرسة العربية للترجمة مركز التدريب عن بعد. لحظات وهنبدأ مع بعض المحاضرة العاشرة مع أستاذ تسنيم، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد النهاردة إن شاء الله اللي هو الكرانكنهايت اللي هو الأمراض. هناخد كمان بلايد جيزون اللي هو الصحة أو كون صحي، وبس هاي الميتل اللي هو العلاج. يبقى بلايد جيزون كرانكنهايت بس هاي الميتل، تمام. دي جيت إينن، طبعا جيت إس ممكن نختصرها أو نضمها مع بعضها، تبقى جيت دي جيت إينن جيزوند هايتليش، يعني كيف حال صحتك أو صحة حضرتك. دي جيت إينن جيزوند هايتليش، كيف حال صحة حضرتك. دارون دارن دي إي إن كرانكن هاوس، لماذا كنت في المستشفى؟ كرانكنهاوس يعني مستشفى. Warum waren Sie im Krankenhaus؟ Wo tut es Ihnen weh؟ Wo tut es Ihnen weh؟ يعني فين المكان الذي يؤلمك؟ أو أين يكون الألم؟ تمام؟ Wo tut es Ihnen weh؟ Was für Schmerzen haben Sie؟ ما نوع الألم؟ Schmerzen يعني ألم. طبعا الكلمات دي هنتعرض لها في الشرايح الثانية إن شاء الله. Was für Schmerzen haben Sie؟ ما نوع الألم؟ تمام؟ يبقى Bleib gesund Krankheit das Heilmittel Wie geht es Ihnen gesundheitlich؟ Warum waren Sie im Krankenhaus؟ Wo tut es Ihnen weh؟ Was für Schmerzen haben Sie؟ تمام؟ في أي كلمة مش واضحة في الصفحة دي؟ تمام. هي tut weh بتيجي مع بعض معناها ألم، تمام؟ أين مكان الألم؟ Wo tut es Ihnen weh؟ إيه المكان اللي بيؤلمك؟ ماشي؟ يعني شخص مثلا لما يجي يروح للدكتور، فالدكتور بيقول له ايه اللي وجعك، تمام؟ هو ده معنى السؤال اللي هو ايه اللي وجعك. Wo tut es Ihnen weh؟ تمام. في اي سؤال تاني؟ Bleib gesund werden يعني يصبح صحي مرة أخرى أو يكون صحي مرة أخرى. Gesund und munter يعني الصحة والعافية. gesund werden يعني يصبح صحي مرة أخرى. wieder يعني مرة أخرى، gesund يعني صحي، و werden يعني يصبح، تمام. gesund und munter يعني الصحة والعافية. gesund und munter الصحة والعافية. der gesund اللي هو صحي أو الشخص المعافى دائما. der gesund ihr gesund heißt nicht Zustand يعني حالة صحية. إيه أو حالته الصحية. إيه gesund heißt Zustand، تمام. بس gesund heißt Amt اللي هي هيئة الصحة أو مكتب الصحة. بس gesund heißt Amt. gesund heißt يعني صحة وAmt يعني مكتب. gesund heißt Amt يعني مكتب الصحة. دي gesund heißt Pflege رعاية صحية. Gesundheit pflege رعاية صحية. Gesundheit zeugnis يعني شهادة صحية. Gesundheit zeugnis يعني شهادة صحية. إذا زيد gesund werden يعني يكون صحي مرة أخرى. Gesund يعني الصحة والعافية. Der gesund اللي هو الصحي أو السليم، الشخص السليم أو المعافى بدنيا. Er gesundheit nicht Zustand يعني حالة صحية. بس gesundheitsamt
هيئة الصحة أو مكتب الصحة، دي جزوند هايت ستيفيدو رعاية صحية، ده جزوند هايت ستيفيدو اللي هو شهادة صحية. تمام؟ في أي كلمة مش واضحة؟ بلايد جزون، تمام، بلايد جزون معناها إبقى صحي. كلاك هايتن ده اللي هو الأمراض، هناخد بعض الجمل الأول قبل ما ندخل في الأمراض نفسها. دي جيت يعني كيف حالك، ده لو واحد بيكلم واحد صديقي مثلا بيقول له دي جيت كيف حالك، دي جيت إينن كيف حال حضرتك، لو منتو شخص رجل كبير مثلا أو المدير أو أي شخص بنحترمه بنقول له دي جيت إينن كيف حال حضرتك. تمام، جزوند هايتليش وجزوند، جزوند اللي هي الصحة نفسها. تمام، اما جزوند هايتليش اللي هي الصفة بتاعتها، الصفة بتاعت جزوند دايما بيبقى عندنا فعل والصفة بتاعته او الاسم، فهي جزوند هايتليش اللي هي الصفة بتاعت جزوند، لان ده مصطلح، لا هو ده مصطلح على بعضه. بلايد جزوند في بعض الكلمات كده بتبقى كمصطلح على بعضها. تمام، وي جيت ايمن يعني كيف حال حضرتك، إس جيت ميا جود دانكا يعني بخير شكرا، إس جيت ميا جود دانكا بخير شكرا. دي جيت إيرار فراي كيف حال زوجتك، دي جيت إيرار فراي كيف حال زوجتك، زي ما قلنا اللي هي جيت دي اللي هي اختصار لجيت إس. تمام، دي فول فيش، دي فول فيش مش فول هي ليست بخير، دي فول مش نشت فول هي ليست بخير، نشت شلشت يعني لست سيء. تمام، نشت شلشت، جيملش جوت جيد جدا، جيملش جوت جيد جدا، زير جوت بخير ان ايمن وحضرتك، يعني لما واحد يسألك مثلا دي جيت كيف حالك بتقول له زير جوت جيد او بخير ان ايمن وحضرتك. جوتو بسغو يعني اتمنى لك الشفاء العاجل، جوتو بسغو. تمام، يبقى دي جيت كيف حالك، دي جيت مينن كيف حال حضرتك، اس جيت ميا جوت دانكا، دي جيت ايرا براو، دي فو دي فول مش نشت فول، نشت شلشت، دي مش جوت، دي جوت اند مينن جوتا بسغم. تمام، في اي كلمة مش واضحة؟ من حيث الجرامر الجراماتيك يعني دي فول ديش نشت فول يعني فولن يعني يشعر، فهي فولن من ضمن الرفلكتيف جارب اللي هي الافعال المنعكسة. تمام، هو طبعا دي احنا مش هناخدها يعني في الدورة دي، بس عموما يعني فولن دي من الافعال المنعكسة، هي زي في الانعكاس بتاعها بتبقى زيش. تمام، فهي بتتقال زي فول زيش مش زول. تمام، ده شرح مبسط طبعا. الترانك هايتن ده للأمراض عندنا دس فيبا اللي هي الحمى، دس فيبا اللي هي حمى، دس هالتس دي اللي هو التهاب الحلق، هالتس دي التهاب الحلق، دي هستي اللي هو سعال، دي هستي سعال، شمرتس هاف اللي هو الألم، شمرتس هاف الألم، دي اركيلتون نزلات البرد، دي اركيلتون، دي اركيلتون نزلات البرد، دي جريبو اللي هي انفلونزا، دي جريبو انفلونزا، لين أعمى، شتم أخرس، تايب أصم. يبقى داس فيبا، داس هالتس دي، دي هستي، شمرتس هاف، دي اركيلتون، دي جريبو، بلين، شتم، تاو. في اي كلمة مش واضحة؟ دي هايسجستن كرانك هالتس بروبليما، مشاكل الأمراض الأكثر شيوعا. دي هايسجستن كرانك هايتس بروبليم، مشاكل الأمراض الأكثر شيوعا.
Wie heißt diesen Krankheitsprobleme? Die Lungenentzündung, ich behebe er. Lungen, يعني رئة. Lungenentzündung, ich behebe er. Mandel, يعني اللي هي اللوزتين. Mandelentzündung, ich behebe اللوزتين. Mandelentzündung, ich behebe اللوزتين. Gelenk entzündung, التهاب المفاصل. Gelenk entzündung, التهاب المفاصل. Heuschnupfen, Heuschnupfen, اللي هو حمى القش. في حد مش عارف حمى القش؟ Der Heuschnupfen. تمام. Der Geschwür, اللي هو القرحة. Der Geschwür, اللي هو القرحة. Geschwollene Beine, تورم الساقين. هي ياضي معناها مش عارف ولا ياضي يعني عارف؟ عموما هي حمى القش اللي هي بعض الناس اللي هما بيكون عندهم حساسية ضد الأعشاب مثلا أو كده، دي بيبقى اسمها حمى القش، وبتيجي غالبا في فصل الربيع مثلا أو تغيير المواسم. تمام، للناس اللي دايما بيكون عندهم حساسية. تمام، دي اسمها حمى القش. في أي كلمة مش واضحة في الكلمات دي؟ بلوت هوف بروك، ارتفاع ضغط الدم. بلوت هوف بروك، ارتفاع ضغط الدم. هارتس انفال، اللي هي النوبة القلبية. هارتس انفال، هارتس انفارت، سكتة القلبية. يبقى هارتس انفال وهارتس انفارت، نوبة قلبية وسكتة قلبية. يبقى هارتس انفال اللي هي النوبة القلبية. هارتس انفارت، انفارت يعني سكتة. تمام. هارت شلاج يعني أزمة قلبية. هارت شلاج أزمة قلبية. شلاج انفال، شلاج انفال سكتة دماغية. شلاج انفال. ديا كريبس سرطان، ديا كريبس سرطان. سوما اللي هو الورم، سوما اللي هو الورم. بس ايد اللي هو الايد طبعا، بس ايد اللي هو الايد. يبقى بلوت هوف بروك، ارتفاع ضغط الدم. هارت انفال، نوبة قلبية. هارت انفاركت، السكتة القلبية. هارت شلاج، الأزمة القلبية. شلاج انفال، سكتة دماغية. كريبس اللي هو السرطان. سوما اللي هو الورم. إيد اللي هو الإيد. تمام. زين زي فرانك، هل أنت مريض أو هل حضرتك مريض؟ زي فولت بوديش، ماذا تشعر؟ Wie fühlst du dich? ماذا تشعر؟ Ich fühle mich wieder sehr schwank. أشعر مرة أخرى بضعف شديد. Schwank يعني ضعف. Da ich fühle mich wieder sehr schwank. Ich bin immer müde. أنا دائما تعبان أو منهك. Ich bin immer müde. أنا دائما منهك. Wie frier an den Händen. يدها شديدة البرودة. Sie froh an den Händen. يدها شديدة البرودة. Wo haben Sie Schmerzen? أين يكون الألم؟ Wo haben Sie Schmerzen? أين يكون الألم؟ Wo tut es weh? أين تحس بالألم؟ ضغط الدم. Blut Hochdruck. هي بتتقسم لثلاث مقاطع. Blut Hochdruck. تمام؟ ارتفاع ضغط الدم. بلوت هوفدروك. تمام. Ich habe mich am Arm verletzt. ذراعي تؤلمني. Ich habe mich am Arm verletzt. ذراعي تؤلمني. مرض السكر اسمه ديابيتس. تمام. Er hat sich den Daumen verbrannt. Er hat sich den Daumen verbrannt. يعني أحرق إبهامه. Er hat sich den Daumen verbrannt. أحرق إبهامه. تمام. الصفحة دي في حد عايز حاجة أو أقرا حاجة تاني؟ تمام. دير أرتست يعني طبيب. دي أرتست يعني طبيبة. يبقى دير طبيب. دي أرتست طبيبة. أرتستليش يعني طبي. تمام. أو أرتستليش فير أوردن يعني وصفة طبية. أرتستليش فير أوردن. أرتستليش فير أوردن يعني وصفة طبية. دي أرت تريكسس عيادة طبيب. أرت
براكسيس يعني عيادة طبيب، ارتست شافت يعني مهنة الطب، ارتست شافت مهنة الطب، فاخ ارتست يعني أخصائي، فاخ ارتست أخصائية، تمام؟ يبقى دي فاخ ارتست يعني أخصائي، دي فاخ ارتست أخصائية. أنتازوكن اللي هو فحص، أنتازوكن فحص، دياجنوستيكن يعني يشخص المرض، دياجنوستيكن يعني يشخص المرض، يهندل يعالج ويداوي، يهندل يعالج ويداوي، هايلن يعالج، هايلن يعالج، امكن يطعم ويلقح، امكن يطعم ويلقح، رنتجن رنتجن تشفي الأشعة، رنتجن تشفي الأشعة، أوبريرن أوبريرن يجري عملية، أوبريرن يجري عملية، دي كلينك عيادة، دي كلينك عيادة، دي شبريش شتوند ساعة المقابلة، شبريش شتوند ساعة المقابلة، دي كرانكن شبستا ممرضة، كرانكن شبستا ممرضة، دي أتوكن بيكليجا ممرض، كرانكليجا ممرض، دي كيندر ارتس طبيب اطفال، وكيندر ارتس طبيبة اطفال، فراون ارتس طبيب نساء، فراون فراون ارتس طبيبة نساء، اوجن ارتس طبيب عيون، اوجن ارتس، واوجن ارتس طبيبة العيون، اوجن ارتس، دير شيرور يعني جراح، شيرور جراحة، تمام؟ شيرور جراح، شيرورجن جراحة، نوت ارتس طبيب الطوارئ، ده نوت ارتس طبيب الطوارئ، نوت ارتس طبيبة الطوارئ، نوت ارتس طبيب الطوارئ، نوت ارتس طبيبة الطوارئ، ده كرانكن فاجن سيارة الإسعاف، كرانكن فاجن سيارة الإسعاف، بلاستر شريط لاصق، بلاستر شريط لاصق، دي زلبة مرهم، دي زلبة مرهم، دي تروبن اللي هي القطرة، القطرة بتاعت لين، دي تروبن القطرة، دي تابلة اللي هي الأطراف أو البرشان، دي تابلة أطراف أو البرشان، دي إمسون تطعيم، إمسون تطعيم، دي شبريتزة حقنة، دي شبريتزة حقنة، دي بريلا نظارة، دي بريلا نظارة، بس هارديرات سماعة، هارديرات سماعة، دي أكو بونكتوا علاج بالإبر الصينية، أكو بونكتوا علاج بالإبر الصينية، أكو بونكتوا علاج بالإبر، هايلد هايلد فلانجا، هايلد فلانجا علاج بالأعشاب، دي كور استشفاء أو معالجة، دي كور استشفاء أو معالجة، دي ماندن أو ديات زيتن يضع شخص تحت نظام اللي هو الدايت، يعمل رجيم مثلا، دي ماندن أو ديات زيتن يضع شخص تحت نظام غذائي. جراماتيك احنا كنا بدأنا المحاضرة اللي فاتت اللي هي خدنا جزء من البريزنت، بس هنراجع عليه ان شاء الله المحاضرة دي وهنكمل باقي الأزمنة اللي هي دي سايد فورم الأزمنة، بريزنت اللي هو المضارع او الحاضر، جانجن هاي اللي هو الماضي، الماضي بيندرج تحتيه البيرفكت المضارع التام، بريبيرسون الماضي البسيط، لوست وان بيرفكت اللي هو الماضي التام، وطبعا نمرة ثلاثة عندنا البريزنت المضارع، اسمه بريزنت او جيجن فارت اللي هو الحاضر، جيجن فارت يعني حاضر، بس بريزنت استجي ام هاي سجستي فار فينديتر تايب فورم انفايتشن دي ابتنوتي ديزا تايب فورم هاوب زاشش كل ايضا دي جيجن فارت اند تسو كون تسو شبريشن، يعني المضارع بيكون حدث بيتكلم عن او بيستخدم في الزمن الحاضر او ممكن نتكلم فيه عن ازاي، بيدل المضارع عن يا اما الوضع الحالي حاجه لسه بتحصل دلوقتي زي مثلا اس ترانك هو مريض هو في الوقت الحاضر مريض، بس اس فيليكس هو يكون فيليكس، تمام؟
وبرضه بيتكلم أو بيستعمل المضارع فيه، وبقى بدأ في الماضي وامتد للحاضر زي er wohnt schon seit 3 Jahren in Köln، يعني هو يقيم منذ 3 سنوات في كولونيا، حدث في الحاضر زي مثال اهو neben den Stoff geht zum Fußballtraining، spielt schon seit 5 Jahren Fußball. تمام، حدث بدأ في الماضي ان هو بيلعب كرة القدم منذ 5 سنوات. تمام، النقطة الثالثة بيدل الزمن المضارع على حدث يقع في المستقبل. تمام، ولكنه بيرتبط الفعل بظرف زمان معين زي غدا، العام القادم، زي مثال next season park um 14 Uhr hat seine Mannschaft ein wichtiges Spiel، يعني يوم الحد القادم next season park الأحد القادم الساعة 14 الفريق بتاعي زينا، يعني بتاعه هو، عنده ماتش مهم. تمام، او مثلا مواجم في الصباح، دي حاجه لسه في المستقبل، ليجو ايش ناخ كول في الصباح، هسافر يعني الى كولونيا. تمام، رابع حاجه بقى بيستعمل مضارع في التعبير عن عاده بيستدل على تكرارها. تمام، بتحصل مثلا كل اسبوع كل يوم، زي الجمله اللي هي بتاعت نيدن بين ستار، دي عادة مستمرة على تكرار. جيبن دون ستارت جيت اير توم فوسبال تريننج، يعني كل ثلاثاء بيذهب لتدريب كرة القدم. او هنقول مراجعة سريعة، تاك ودا سوشتام ان دير جيبن تاك، يعني حدث او حالة في الوقت الحاضر. بس اسفالك هاندلون دي ان دير جيبن تاك اين مال او مية مال ودا ان ودا نيش تاكسندن، يعني حدث في الوقت الحاضر اتكرر مرة واحدة او اتكرر عدة مرات او لم يحدث اصلا، زي يدن دون ستار جيت اير تشون فو ستار تشينين. تمام، هاندلون دي او بروك دي لانجا ادا شون تاكسندن، يعني حدث عبر عن الفترة الزمنية اللي حصل فيها، زي اللي هو في الماضي ومستمر في المضارع. اير شبيلت شون تسايد كنت يعرف، هو بيلعب منذ 5 سنوات كرة القدم. handling in der Zukunft، حدث في المستقبل. it writes fest gelegt oder für ein Tag ist، بيحضر له. تمام، بيتم التحضير ليه يعني. next season Tag الأحد المقبل hat seine Mannschaft ein wichtiges Spiel، يعني الفريق بتاعه عنده مباراة مهمة أو ماتش مهم. تمام، البيلدنج ده اللي هو البناء، قدنا ازاي المضارع via instrument the infinitive ending، بحسب نهاية الانفينيتيف اللي هو نهاية الفعل اللي هو الان، زي مثلا learning يتعلم، الان دي اللي هي اصل الفعل بنشيلها on the hanging to the ending، فبنحط النهايات الاتية اللي هي ايه، مثلا مع ايش بنحط A اللي هو learner، مع do بنحط SA learners، مع R و S و V بنحط K اللي هو learner، مع ver و V و V بنحط EN اللي هو learner، مع ear بنحط K اللي هو learner. تمام، دي طبعا مع الأفعال البسيطة. تصريف فعل الفعلين اللي هما زي wine و hobby دول أفعال on region basic، أفعال غير بسيطة أو غير منتظمة، أفعال غير منتظمة. تمام، تصريف فعل زين إيش بين، طبعا الفعل بيتغير تماما مع الفاعل، إيش بين بو بيس إل إس وزي إس بير وزي وزي تبقى زين إير زاي، مع هابن ده ايش هابن هاف ال اس وي هاف وي 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 هابن اير هاف. في بقى بعض القاعدة الشاذة بتاعت البريزنس ان دي دير ورد شتم او دي و تي، لو انتهى اصل الفعل بالدي و تي طبعا بعد حذف النهاية اللي هي الاي ان باي اندنجن اوف اس تي اون دي تي اين اي تو، يعني لو اصل الفعل انتهى بالتي او الدي طبعا بنحط A مع
الدو والار والاس والجي. ازاي؟ ناخد مثال فعل زي بارتي يعني امبارتس، حطينا ايه زيادة مع الار والاس والجي هتبقى بارتس، ومع اير هتبقى بارتس. تمام؟ يبقى لو اصل الفعل بالتي او الدي. فعل تاني زي لادن، دو لابس، وار واس والجي هتبقى لابس، اير هتبقى لابس. تمام؟ في طبعا اللي هو الفوكال بيكسي اللي هي الحروف المتحركة اللي هي ا تتحول لأ أملاو، زي فعل هالتي هتبقى دو هالت هالتس، وآ وإس وزين هتبقى هال، وإير هتبقى هالتس، طبعا هنفصلها أملاو. الأفعال بقى اللي بتنتهي بي إندد بيرفوت شتم أو إس إس سيس سيس، الأفعال اللي بتنتهي بالحروف دي فعل زي هانزن بنحط له تي بس. تمام؟ ما ينفعش تحط له إس تي، يبقى تنزل مع دو هيبقى تنزل مش تنزل. تمام؟ طبعا هي غلط، هي هتبقى تنزل. انتهى بقى الفعل في الـ EA بنعمل ايه؟ فعل زي كمين هتبقى إيش كمي يا كمينن، بنشيل الـ A لان ما ينفعش نحط الدبل A. تمام؟ بنشيل A من الاثنين. طيب في عندنا بعض الافعال اللي هي الافعال القويه اشتعلت الفيرب، زي فعل ليزن وزيهم، كما اتكلمنا عنهم قبل كده. اذا دو ليس ار اس دي تبقى ليس، دي وزي وزي تبقى ليزن، هي هتبقى ليس. اند ذا انفينيتيف او اي ال ان او دا اي ار ان، لو الفعل انتهى بالثلاث حروف دول هتبقى ايه؟ by a n n كونن، زي فعل لاش. تمام؟ هتبقى ايش ايش لاش الماء، يعني بنحط a بنزود a زير لاشل وزي لاشل، يعني هو بيتغير بس مع ايش. تمام؟ بيتغير الفعل مع ايش لو انتهى ب a l n او ده a r n. فعل زي فاندر يبقى ايش فاندر، وطبعا دير فاندر زي ما هو. ماشي؟ الزمن الثاني اللي هو في الجنجن هايت اللي هو الماضي بقى، هنتكلم عن البيرفكت المضارع الثاني. بيرفكت بيرفكت بس في الجنجن بس بيرفكت بروك في الزخ في هن في هالفو ان جشين اوت دي ان شبريش مومنت في الجنجن اب بشلوسن زين. يعني ايه؟ يعني المضارع التام بيعبر عن احداث تمت في الماضي فعلا الا انها مرتبطة بالحاضر، فعل تم في الماضي ولكنه مرتبط بالحاضر. زي ايه؟ مثال كولومبوس هات في السين هوندا واي ماينتش امريكا انتبك، يعني كولومبوس اكتشف امريكا سنة 1492. ان كريك هابن في لمنشن هنجر جلتني، طبعا الفعل اتغير اهو، يعني في الحرب في الحرب كثير من الناس ماتت جوعا. اير اس ليتس منونات او بارادوس عند كومن، من شهر مضى رجع من بارادوس. تمام؟ طب ازاي بنبني المضارع التالي؟ ازاي بنبني البيرفكت؟ البرفكت بيبنى عن طريق تصريف فعل هابن وزاين اللي احنا لسه مشرفينه، تصريف فعل هابن وزاين مع فاعل الجملة ووضعه في المركز الثاني اللي هو هيكون بقى الفعل. تمام؟ وضع فعل الجملة الرئيسي في اخر الجملة في حالة التصريف التالي، يعني هنحط هابن او زاين بيبقوا رقم اثنين، بنحط هابن او زاين بيبقوا رقم اثنين مكان الفعل الرئيسي، والفعل الرئيسي بيتحط في اخر الجملة في التصريف الثالث. هنشوف ازاي بنصرف دلوقتي. فعل هابن او زاين في الجملة ملوش معنى ولا يؤثر على الحالة الاعراضية للجملة، لكن المعنى والحالة الاعراضية بيعتمدوا اساسا على الفعل الرئيسي. تمام؟ زي مثال ايش هذا اينن ارتكل بليزن، يعني انا قرأت المقال، هو خلاص عمل قرأ المقال في الماضي لكن لسه تأثير الحدث مستمر.
في طبعا انواع من الافعال بتيجي مع هابل، وانواع تانية من الافعال بتيجي مع زاين. طب ايه الافعال اللي بتيجي مع هابل؟ الافعال اللي بتيجي مع هابل كل الافعال المتعديه اللي هي بتاخد مفعول به، زي مثلا بزورتم يزور، انا بزور فلان، فعل متعدي المفعول. تمام. كاوفن يشتري، هابن طبعا هو هابن. بتيجي كمان او الافعال اللي بتيجي مع هابن افعال لازمه بتعبر عن الثبات والسكون، زي شلافن ينام، بارتن ينتظر، دونن يسكن، زيتن يجلس، ليجن هنجن يعلق. تمام. الافعال التي تعبر عن حركه بدون اتجاه، زي شبيلن يعني يلعب، رينيرن يعني يجري، تانزن يعني يرقص. يعني الافعال اللي هي تعتبر افعال حركه ولكنها مش انتقال من مكان لمكان. تمام. يعني في افعال انتقال من مكان لاخر، لكن في لا افعال حركه ولكنها في نفس المكان. تمام. هي دي الافعال. الافعال طبعا اللي بتيجي مع هابن طبعا غيرهم. اما الافعال بقى اللي بتيجي مع زاين، كل الافعال اللي بتعبر على حركه من مكان لاخر، زي مثلا لاوفن يجري، يجري من مكان لاخر، فارن يسافر من مكان لاخر، جيهن يذهب، ليجن كومن ياتي، جبمن يعوم. تمام. في الافعال الشاذه عن القاعده، هم ثلاث افعال بس اللي هم بيجوا مع زاين. زاين اللي هو فعل الكونيه، بلايبن يعني يقيم، بيردن يعني يصبح. افعال بتعبر عن تغيير في الحاله، زي اوف شتيهن يعني يقظ، شتاربن يموت، اين شلافن يستغرق في النوم. تمام. زي مثلا مثال بيزند شون انس كينو دي جندن، هو ذهب الى السينما. ماشي. يعني هو فعل في الماضي ولكنه ليه تأثير في الزمن الحاضر. طبعا التصريف الثالث للفعل في اللغة الألمانية ليست له قاعدة ثابتة، ولكن يوجد بعض مجموعات من الأفعال بتساعد على حفظها، زي أفعال مثلا بتاخد في البداية جي اي وفي نهايتها تي، اللي هي الأفعال البسيطة، زي مثلا فعل كاوفن تبقى جي كاو، مخن بمخ. وزيهم طبعا باون يعني يبني، دانكن يعني يشكر، باور يعني اللي هي الفترة الزمنية. تمام. ليتست بوكا يعني الأسبوع الماضي، هابن بيا أين رايز مخ أليكس بمخ، عملنا رحلة لأليكس. تمام. طبعا الرحلة خلصت لكن تأثيرها لسه موجود، مثلا شخص تعب من الرحلة كده. أفعال طبعا اللي هي البسيطة زي ما احنا لسه قايلين. اما افعال القويه زي ليزن مثلا بيجي مع هابن، فيبقى هابن بليزن. تمام. مش هاب ام زيكس او او بشتمن. تمام. فعل زي بلان ايش جستا نتشاوزج بليزن، يعني انا اكون امبارح او انا كنت امبارح في المنزل، ايش بين جستا نتشاوزج بليزن. تمام. طبعا فعل تاني زي اللي هي بقى افعال اللازمه، قلنا اللي هي بتيجي مع زاين، زي فيردن يصبح، زي فاكسي يعني يكبر. تمام. اشبين ماك دوتش لاند بفلوجن. تمام. طبعا قلنا ان التصريف الثالث للافعال البسيطه بنحط له حرف تي في الاخر وبنزود له جي اي في الاول، فعل زي شبيلن هتبقى دي شبيل. تمام. فعل زي زورن بيهار. في بقى التصريف الثالث لافعال الشاذة اللي هي بتنتهي بإي إن، بيتغير الأصل بتاع الفعل ومعظمها بياخد جي إي، زي فعل قلنا زي فعل ليزن بليزن. تمام. فعل زي جيهن بيجنجن، اتغير أهو في أصل الفعل نفسه بيجنجن، يبقى اتغير في أصل الفعل والفعل في أوله خد جي إي وفي آخره إي إن. فعل زي بيشرايبن يعني يوصف، تبقى بيشريبن برضه اتغير في اصل الفعل. افعال بتاخد التصريف الثالث بتاعها جي اي وبيفضل المقطع بتاعها زي ما هو ما بيتغيرش، فعل زي اربايتن هتبقى جي اربايتن، المقطع بتاعها الرئيسي ما اتغيرش لكن خدت جي اي في اولها والتي في الاخر. فارن
تبقى بتقارن فعل زي ما هو ما اتغير. الافعال طبعا المنتهيه بمقطع ايرن زي شتوديرن يعني يدرس، هنشيل المقطع ايرن ده ونحط تي، هتبقى اير هاب ان فرانكفورت شتودير، يعني هو درس في فرانكفورت. تمام. فعل زي فوتوغرافيرن يعني يصور، هنشيل طبعا المقطع ايرن وهنحط تي، هتبقى اير هاب ان اور لاو في الفوتوغرافير، يعني التقط الكثير من الصور في الاجازه. تمام. ده بالنسبه للبرفكت. بالنسبه للبريتيرتم اللي هو الماضي، Das Präteritum druck Fakten und Handlungen in der Vergangenheit aus. يعني الماضي بيعبر عن أحداث حصلت في الزمن الماضي وانتهت، يعني أفعال حصلت وانتهت خلاص ملهاش أي تأثير. Diese Zeit dort verwendet wir bei Erzählungen und Berichten vor allem in der Schriftsprache. تمام. زي ايه مثلا؟ im letzten Jahr يعني السنة اللي فاتت machte ich Urlaub in Deutschland، عمل رحلة لألمانيا. تمام؟ وهنشوف طبعا البيلدنج بتاعه بيبنى ازاي. امتى بنستخدم الماضي؟ الماضي بنستخدمه طبعا لما تكون فعل خلاص حدث وانتهى، يعني مش زي البيرفكت. البيرفكت فعل حصل لكن تأثيره لسه مستمر، يعني أنا عملت رحلة لألمانيا وأنا مثلا تعبان من الرحلة دي، ده تأثير الرحلة لسه مستمر، لكن أنا عملت رحلة لألمانيا خلاص خلصت وانتهت. بينقسم طبعا الماضي البسيط اللي هو البريتيرتم، بينقسم لأفعال منتظمة وأفعال شاذة. الأفعال المنتظمة اللي هي في الماضي البسيط بتاخد حرف التي في النهاية، لما ينتهي بإي إن بتاخد حرف التي، أو نهاية إي تي إذا انتهى الفعل بالدي أو التي. فعل زي مخن ده فعل بسيط ومش اخره دي او تي، فهنحط له ايه؟ تي مع النهايه اي ان، يعني مخن هيبقى مخن بس طبعا مع زيرو زيرو زيرو. طب لما نيجي نصرفه فعل مخن هتبقى ايش مخت دو مخت ار واس وزي، هيبقى مخت زير وزي وزي، هيبقى مختن اير مخت. تمام. فعل زي زاغن فعل بسيط زاغن هنحط له برضه تي، فهيبقى ايش زاكتر دو زاكتس ايه واس وزي زاكتر دير وزي وزي. زي ما لاحظنا كده ان ايش زيها زي اير واس وزي في تصريف الافعال في البريتيرتم. تمام. دير وزي وزي هيبقى زاكتي وهي زاكتس. طب فعل بينتهي بآخر تي أو دي، فعل زي أربايتي قلنا بنزود إيه مع تي، زي يعني هنا أربايتي هتبقى أربايتي تن، هتبقى إيش أربايتي تي دو أربايتي إير وإس وزي أربايتي تن زير وزي وزي أربايتي تن إير أربايتي تن. تمام. طيب الأفعال الشاذة أو القوية فعل زي جيبن بيتغير الفعل نفسه هيبقى جاب، جيبن هيبقى جاب، وطبعا الافعال دي بتيجي عن طريق الحفظ، تبقى ايش جاب ودو جابس وير واس وزي جاب دي وزي وزي جابن وير جاب. تمام. فعل زي لاوفن اللي هو يجري، وجيبن يعني يعطي، لاوفن يجري التصريف بتاعه هيبقى ليف، لاوفن ليف، هتبقى ايش ليف دو ليفس ار اس وزي هيبقى ليف دير وزي وزي ليفن ليفن اير ليف. فعل زي فارن هيبقى فور، تبقى ايش فور دو فارس ار اس وزي فور فور دير وزي وزي فورن واير فور. بتتغير طبعا الافعال الشاذه حروفها المتحركه. تمام. يعني لو لاحظنا هنلاقي ان الفعل ان الحرف المتحرك بس هو اللي بيتغير، اللي هو جيبن حرف الاي بقى اه. تمام. فعل زي فارن حرف الآ هو اللي اتغير بقى او. فعل زي جيهن يعني يذهب
حرف ال A هيتغير هيبقى been، تمام؟ coming يأتي هيبقى coming. طيب المودال فيرب ده اللي هي الأفعال المساعدة مع البيرسون بتكون عاملة ازاي؟ فعل زي coming اللي هو يستطيع أو فعل المقدرة بتبقى can، coming can كنت، تمام؟ كان دي اللي هي في المضارع هتبقى كنت. يبقى في البريتيرتم المضارع الفيربي بنغير الحرف اللي هو المتحرك فبنزود لها في ايه في الاخر، كنن اللي هو فعل المقدرة او الاستطاعة بيبقى كنت، تمام؟ مسن هيبقى مست، دورفن هيبقى دورفت، تمام؟ في بقى افعال بتسمى افعال مختلطه. يعني ايه افعال مختلطه؟ يعني بتجمع في تصريفها ما بين تصريف الفعل البسيط زائد تصريف الشاذ. ازاي؟ هنشوف فعل مثلا زي شلافن ينام، هيجمع في تصريفه ما بين التصريف البسيط اللي هو هينتهي في الماضي بالتي اي وبين التصريف الشاذ اللي هو بتتغير الحرف المتحرك الاصلي، فهيبقى شفن شفن يعني يخلط، فهيبقى شف شفت. وطبعا التصريف الثالث بتاعها هتبقى هات بشفن او هات بشفن، تمام كده؟ يبقى الافعال المختلطه بتجمع بين التصريف الفعل البسيط وتصريف الفعل الشاذ. يبقى بتاخد التي اي وبيتغير اصل الفعل فيه، تمام؟ دي بيبقى ليها تصريفين، تصريف بسيط وتصريف شاذ زي شخص زي يخلق، قلنا ممكن تبقى شخص وممكن تبقى شخص. استعمال صيغ الماضي اللي هو البيرفكت والبريتيرتم بنستعملهم في ايه؟ بيدل الفعل بيدل المضارع كان والماضي على ان الحدث وقع في زمن مضى. طب ايه الفرق بينهم؟ ان المضارع كان بيستخدم في الحديث المباشر عندما بيتحدث الشخص عن نفسه او عن الاخرين، تمام؟ زي مثلا you have given in earn or love their track، اين قضيت اجازتك؟ او شخص بيتحدث مع الاخرين بيقول له اين قضيت اجازتك، فهو قال له مثلا in Österreich في النمسا on the bus haben sie gemacht، وماذا فعلت؟ ماشي. طيب ده بالنسبه للبيرفكت. طب بالنسبه للبيرفكتم der Wissenschaftler بروفيسور بيزوخت بن تشيك، يعني امبارح او بالامس زار الدكتور او العالم البروفيسور زار الرئيس بالامس، تمام؟ ده الفرق ما بين البروفيرتون والبيرفكت. نقول مثلا دامل جينج ايش دي بالظبط انست اتم سأذهب أن ذات كل أسبوع إلى مصر، تمام؟ كده كله تمام في الـ presence والـ preferred والـ perfect. زي ما احنا شايفين اهو الـ building الـ building sorry تمام الـ building بتاع الـ preferred بينقسم لـ شباك الفيربن اللي هي طبعا الأفعال ضعيفة وشتاركة أون دنيشتة اللي هي الأفعال القوية والأفعال المختلطة. الأفعال الضعيفة قلنا بيبقى في إيه زي لارنت اللي هو لارنن بيبقى الماضي، في إيه إف تي اللي هو لارنتس ولارنت ولارنتي ولارنتت ولارنتن، تمام؟ اما بقى الشتارك فيرب اللي هي الافعال القويه هيبقى الفعل بيتغير زي ذهن اللي هو يرى بنقول مع ايش بيبقى ذا راى خلاص دو ذاهس اير ذا زير وزي ذاهم اير ذاهب وزي ذاهم، تمام؟ طبعا زاين وهابن ده الماضي بتاع زاين وهابن، لان ان شاء الله هنكمله في الـ plus one perfect اللي هو الماضي التام،
بيتكون من التصريف بتاع زاين وهابن في الماضي. زاين مثلا بنقول إيش بار و بارت إير و إيش وزي بار زير وزي وزي بارن إير بار. تمام؟ ده الماضي بتاع زاين. طب الماضي بتاع هابن يبقى إيش هاتة دو هاتس إير و إيش وزي هاتة زير وزي. هنا زي ما احنا قلنا الشتاركة عند جميشت الزابن اللي هي الأفعال القوية والمختلطة إندان إن بريتاتن بتتغير في الماضي زي جيهن بقى جينج برينجن بقى براختة بقى إيه فعل مختلط برينجن براختة فعل مختلط. ليه سميناه فعل مختلط؟ لأن تصريفه بيجمع ما بين تصريف الفعل البسيط مع تصريف الفعل الشاذ اللي هو بيتغير في أصل الفعل نفسه. تمام؟ طيب إن دي الضوات شتام باي شتاكن زادي طبعا الأفعال دي كلها تتحفظ بتصريفاتها. الفعل القوي بالإس أو الإسنسيت أو التس بين إيه؟ لاختن زيا انت بيدا بيس إن دون إس بيج تراب زيا زوجن سو زيبليش أين إيه زي مثلا ليزن ليزن ده فعل قوي وانتهى اصله اللي هو لس احنا بنشيل ال a n بقى لس فانتهى اصل الفعل بالاس. طب نعمل ايه؟ يبقى لس يتغير في اصل الفعل وبيتم تصريفه زي تصريف الايه الافعال ضعيف لو انتهى الفعل بالD او T. طبعا بنزود للنهايه بتاعته يا اما T او S T. تمام؟ زي فعل لادن اللي هو يهبط هتبقى لابت. تمام؟ مع دو لابتس مع اير و اس و زي لابت مع فير و زي لامبتن. تمام؟ بيتم يعني يطلب او يرجو هتبقى ايش بات بفعل طبعا من الافعال اللي هي المختلطة دو باتس. تمام؟ إيه باتت. طيب لو انتهى أصل فعل من الأفعال القوية بالـ EA زي شراين. شراين يعني يصرخ أو يعيط بصوت قوي. تمام؟ تبقى إيش شري. الـ AE بتتحول تبقى EA بنعكسها يعني. تمام؟ شراين بقى شرين تبقى ايش شرين دي وزي وزي هتبقى شرين. تمام؟ يبقى بتتكتب بالطريقة دي ما بنكتبهاش بالطريقة دي مش يعني لا تكتب يعني الكتابة دي هتبقى غلط فيه. البلوس كوان بيرفكت يعني الماضي التام. هو طبعا الماضي التام ده استخدامه قليل جدا في الألماني لكن قاعدة لازم تتقال. طب بيعبر عن ايه الماضي التام؟ بيعبر عن احداث في الماضي وعند التعبير عن حدثين في الماضي بيعبر الحدث اللي هو الماضي التام عن الحدث الاقدم. يعني لو في حدثين في الماضي الماضي التام ده بيعبر عن الحدث الاقدم اهو بس مش جامب بيت او خديم فورتر جانجل هاي يعني قبل الماضي. تمام؟ اللي هو الحدث الأقدم بنم يعني بيسمى فور ترجانجن هاي الحدث الأقدم. إست بستمكس دي فور تايت شكاي بيجن إيبا دين بريتاسن حدث أقدم من الماضي عند دين تافك والمدارع التام يبقى حدث أقدم من الماضي وأقدم من المدارع التام. الجبت دي ترجانجن هاي بيضا دي فور دين بريتاسن تافك بشين فار. لو في حدثين حصل في الماضي البوست فان بيرفكت الماضي ده بيبقى الحدث الاقدم اند دي فير دي هاندلنج ان بريتيرشن بيرفكت ليش ذس اس ذس هاز هاي تو دي اوت فور ترانجن هاي يبقى بيسمى او بيطلق عليه الحدث الاقدم. تمام؟ بيتكون من ايه البوست فان بيرفكت؟
بيتكون من perfectum اللي هو الماضي من هابن وزاين، وطبعا احنا لسه مصرفين هابن وزاين الماضي بتاعهم اللي هو اشجار دو فارس ال اس دي فار دي 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 فارن. طب هابن هذا ايش هاتر دو هاتس ال اس دي هاتر دي دي هاتن ويا هاتر. زائد الفات التيب جاي اللي هو التصريف الثالث. حاضر ان شاء الله ماشي تمام حاضر حاضر طالب ان شاء الله على الفيس على الجروب بتاعنا اللي هي الافعال ومعانيها وتصريفها. تمام ناخد مثال ايش حاطه بكاو. تمام انا اشتريت دو هاتس بكاو ايه الهاتس بكاو. تمام ده طبعا ايه تصريف فعل هابن مع الفاعل wir hatten gekauft wir hatten gekauft wir hatten gekauft. تمام ich hatte gesungen. تمام انا غنيت du hattest gesungen er hatte gesungen wir hatten gesungen ihr hattet gesungen wir hatten gesungen. تمام طيب الـ plus non perfect هنقول الـ perfect is gegangen يعني ذهب. طيب في الـ plus non perfect الماضي التام هتبقى الضار بي. تمام hat gekocht يعني طبخ هتبقى hat gekocht ist gefahren يعني سافر wir gefahren war gefahren. تمام ist gestorben مات war gestorben hat telefoniert حدث في التليفون او عمل مكالمة هاتفية هتبقى hat telefoniert. تمام ناخد Beispiele اللي هي امثلة der Mitarbeiter war schon gegangen als der Chef nach ihm fragte يعني العامل ذهب لما المدير او بعد ما سأل المدير. تمام دي فراو هات الرايس ميز بكوك از يا لودليش ده سوبن كرنتا فيل السيدة او المرأة اعدت او طبقت يعني الشوربة اعدت الشوربة فيل جيستا اللي هو الجيستا بارنت رايت نخ هاوس جفارن فيل جيستا يعني كثير من الضيوف. تمام ذهبوا الى المنزل as their president come لما الرئيس جيت as their meat arts I'm tough يعني عندما طبيب اللي هو الطوارئ نور قايلينها طبيب الطوارئ اينتراف اينتراف ده حصل في الماضي دار بس ان فال اتفرت رايتس انا زين بشتاكن فالتسنين بشتاكن لما طبيب الطوارئ جه علشان عدد كبير من المصابين توفى. تمام طبيب الطوارئ نخ بين أندرياس متزاينة إكس فاو تلتمية هاتة بعد ما أندرياس الماضية أو يعني المطلقة إكس فاو يعني زوجات القديمة إف إيه إن أين نايبر جانجن أند هافيش زين لوس بتسونتين لما أندرياس تحدث مع زوجاته الإيه الماضية. بعد كده عندنا الصورة بس هو اللي هو مستقبل. يعني ايه مستقبل؟ مستقبل طبعا حدث لسه محصلش او التنبؤ او التيقن من حدوث شيء في المستقبل. يعني نقول مثلا نخمن ايضا بس فتوى اينس بيسن جنتن امتى بيستقبل المستقبل او امتى المرء بيتحدث عن المستقبل. Wenn man über die Zukunft sprechen möchte,
verwendet man normalerweise das Präsens mit einem Zeitwort, das Futur wird bei folgenden Gegebenheiten angewandt. تمام؟ يبقى هنا المستقبل بيعبر عن أو بيستخدم للتعبير عن التنبؤ أو التيقن من حدوث شيء، وبيترتب المستقبل من werden plus infinitiv، الفعل werden زائد المصدر بتاع الفعل. طيب werden بنتصرفه ازاي؟ بيبقى ich werde du wirst er و es و sie wird wir و sie و sie werden ihr werden. تصريف فعل verbe مع ihr هيبقى verbe verbe. تمام؟ اهو تصريف فعل verbe تبقى ايش verbe du. تمام؟ نخلي بالنا من التصريف er و es و sie هيبقى wir wir و sie و sie werden ihr werden. تمام؟ نرجع بقى تاني. طيب بيستعمل الفتور أو المستقبل ده بيستعمل في إيه؟ أولاً أين رجنوز مخن، يعني حدث سوف يقع، وبيساوي المضارع وبيرتبط بظرف زمان. إزاي؟ مارينا استزيافر لك دي فيرب إن بول بالد هيراكي. تمام؟ مارينا بتحب هي ايه؟ هتتجوز قريب. تمام؟ بالد يعني قريبا، وهيراتن يعني يتزوج، كارلي يعني واقع في الحب. تمام؟ في بارتنش بريشن يعني التحدث عن خطة، زي احنا ما قلناش المثال الثاني دير باتسينت يعني المريض استديرش دير اركان يعني المريض تعبان جدا. وارشاينليش دير اير داس نيشت فيفاليبن محتمل ضعيف ان هو يعيش. تمام؟ قلنا ايفر لنا اشبريشن يعني التحدث عن خطة، زي هولد دير ان زومر ان دي او اس ا ليجن، هولدر بيخطط او بيرتب ان هو في الصيف هيسافر للاو اس ا اللي هي الولايات المتحدة الامريكية. تمام؟ بتينا زاد ماخ دير شولا اي ناين أو ستيلدنج مخن، بتينا سوف تذهب إلى المدرسة لإيه؟ علشان تتعلم. تمام؟ يبقى حاجة لسه بيتخطط لها. طيب أين فرشبريشن أب جيبن يقول أنا بوعد شخص بحاجة، زي إيه مثال؟ أب مارجن زاد إيش أين بويت مخن إيش فين أين زاخت سودك، يعني بدءا من الصباح اب مورجن بدءا من الصباح سوف اقوم بعمل دايت ريجيم. ليه؟ علشان سهل ان اخس. تمام؟ ماي مان زاد انجلش تصراوخن او جيبن داس هات ارمير فيرشبوخن، زوجي سوف يقلع عن التدخين. ايه ده وعد؟ بس هات ارمية تشتكي، هو وعدني كده. تمام؟ يبقى زوجي سوف يقلع عن التدخين لأنه وعدني بذلك. أين فممكن إن زوجي جنزار قيصر؟ بيعبر عن كمان حاجة في المضارع بس مشكوك في أمره، يعني فممكن يعني شك أو اضطراب، بطرت شيء. Der Student schaut nur auf den Fenster und schreibt nicht. إعداد بالبروفن بول مش شقي. بيستخدم في إيه كمان؟ أين أو فور داونج مخن ألترناتيف تشوم إمبراتيف، بيستخدم بدل من الأمر. تمام؟ بزارس نيت سبورت بس جلد تشور جيدا، أنت سوف تعطيني فلوسي في الحال. تمام؟ يبقى دي في مكان الأمر. إعداد أي support by her mood into choosing. تمام؟ انت سوف تعتذر حالا للسيد نور. طبعا احنا لسه مصرفين بتاع زادن قايلين التصريفات بتاعته. طيب الفتور بقى مع المضال زادن
طبعا فيرجن لما بنيجي نحطها بتكون الفعل بيبقى رقم 2 وبيكون الفعل في اخر الجملة في الانفينيتيف. طيب لما نزود بقى مضارع فيرجن هنقول مثلا انظر كندا نص النص جرافيل ارتايتي، اطفالنا عندهم شغل كتير. تمام، er kann wohl nicht mehr arbeiten، هو لا يستطيع ان يعمل اكثر من ذلك. wir müssen morgen sehr früh aufstehen، هو يجب ان هو يصحى مبكرا في الصباح. man muss den Zahn ziehen، المرء يجب ان هو يغسل سنانه. تمام، طب لما نيجي نحط werden بقى مع الجمله هتبقى werden زائد 2 infinitive، يعني هيبقى الانفينيتيف اللي هو اصل الفعل واصل الفعل المساعد. يعني هنقول هنا من هات هايت تشتاغ كاين جلدنية انظر كندر زاد النخ زيافيل ارتايت المسلم. تمام، يبقى حطينا فيردن اهي، وانظر كندر طبعا عشان دم، حطينا فيردن وحطينا ارتايت المسلم ورا بعض. تمام، der Patient hat beide Beine verloren، er wird wohl nicht mehr arbeiten können. تمام، morgen früh aufstehen müssen، man wird ihnen den Zahn wohl ziehen müssen. تمام، إذا عرفنا استخدام werden مع المضارع تمام كده خلصنا جراماتيك، خلصنا الأزمنة. في أي حد مش فاهم حاجة، أو في أي حد عايز يسأل في أي حاجة في اللي فاتت مثلا؟ الأفعال المنقسمة اللي هي ترامبار فيربي. تمام، الفعل المنقسم في العادي اللي هو هيتحط في فيربي، والفعل هنحطه بقى في الآخر مع الجزء اللي هنفصل عنه. يعني مثلا إشفارة ناخ دويتشلاند أب، يعني هو هيسافر أو هيبدأ رحلته لدويتشلاند لألمانيا. فلما نيجي نحط فيرب في المستقبل هيبقى إيش فيرب ناخ دويتشلاند أب فارن، هيجتمع الفعل في آخر الجملة. اتفضل. طبعا تمام، ماله؟ لا طبعا هنقول نيا استجوت علشان هي في الضاد اصلا، ما ينفعش نقول اشفين جود، هي ممكن نقول اشفين جود بس هي المفضل ان هي نقول نيا استجوت. انا اكون جيد لكن نيا استجوت يعني حالي جيد او حالي كويس. تمام، لا هي نيا استجوت. تمام، زي جدا زي جت اينن نيا استجوت. تمام، اي سؤال عادي حتى لو من يعني من خارج المحاضره عادي مفيش مشكله. ممكن هو هنا احنا كنا كاتبينها، احنا كنا قايلينها يعني في اول محاضره. في اي اسئله تانية؟ طيب او ممكن نقول بوت عادي، يعني مش شرط ان احنا نحط الجمله تاني. يعني لما حد يكتب بيت بوت زي بوت شليشت مثلا سيء. تمام، مش شرط ان احنا نحط الجمله كامله. شكرا لكم، يا رب تكون المحاضره مفيده يعني استفدت منها. السلام عليكم.